في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن طريقة تشغيل الفويس تشينجر على جميع الأجهزة بدون روت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. زي ما انتوا شفتوا وسمعتوا ان الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون بيتكلم عن طريقة تشغيل الفويس تشينجر على جميع الاجهزة بدون روت. وطبعا هنا كلمة جميع الاجهزة انا بقصد بيها فعلا جميع الاجهزة، يعني مش شاومي بس، يعني لو موبايلك اي حاجة تانية غير شاومي هتقدر برضو تفعل الخاصية دي على جهازك. فلو انت مهتم باللي احنا هنقوله خليك معانا لحد اخر الفيديو. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. مش هطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نشوف الشرح. اهلا وسهلا بيكم مره تانية على قناه كوكب التكنولوجيا. قبل ما نبدا الشرح انا حابب استعرض لك كل الامكانيات اللي هتكون موجوده عندك بعد ما تنفذ الخطوات اللي هقول لك عليها دلوقتي، وده لان الموضوع بيختلف عن الطريقه اللي احنا كنا شرحناها قبل كده في الفيديو اللي هيظهر لك دلوقتي في علامه الاي اللي فوق، ولان كمان الطريقه اللي فاتت كان فيها حوالي 8 اصوات بس، اما الطريقه اللي انا هشرحها لك النهارده فيها اكتر من 40 صوت، وده لان زي ما احنا تعودنا ان جميع الابلكيشنز والبرامج اللي بنستخدمها في القناه بتكون كامله ومدفوعه، يعني بدون اعلانات ملهاش لازمه، ومش هيجي بعد فتره معينه يقول لك لو عجبك البرنامج لازم تشتريه من على البلاي ستور. تعالوا سريعا اوريكم كل الاصوات اللي هتكون موجوده. طريقه تفعيل الفويس تشينجر على جميع الاجهزه بدون روت.
طريقة تفعيل الفويس تشينجر على جميع الأجهزة بدون روت. طريقة تفعيل الفويس تشينجر على جميع الأجهزة بدون روت. وكمان في ميزة كويسة جدا ان انت تقدر تسجل اي صوت وتستخدمه زي الأورج او البيانو. كل اللي انت هتعمله انك هتدوس على التلات شرط اللي فوق دول وبعدين تدوس على كلمة بيانو، وبعدين هتختار من البار اللي فوق ده انت عايز الصوت يبدأ منين لما تدوس على اي زرار. طريقة تفعيل الفويس تشينجر على جميع الأجهزة بدون روت. كمان لو دوست على التلات نقط اللي فوق دول واخترت تاني واحدة، هيديك امكانية انك تكتب له اي حاجة سواء بالعربي او بالانجليزي وهو هيقولها، وكمان يقدر يغير صوتها بكل الاصوات اللي انت سمعتها من شوية، وكمان تقدر تستخدمها في البيانو. طريقة تفعيل الفويس تشينجر على جميع الاجهزة بدون روت. عشان تقدر تفعل كل الامكانيات دي على جهازك وتقدر تستخدمها من خلال الجيم توربو، اول حاجة هتعملها هتفتح الاعدادات وتدخل على جهازي، وبعدين تفتح جميع المواصفات وتدوس 10 مرات على كلمة اصدار ميو اي عشان تفتح خيارات المطور. فلو انت فاتحها اصلا من قبل كده مش لازم تعمل الخطوة دي. الخطوة اللي بعد كده انك هترجع وبعدين تفتح الاعدادات الاضافية وبعدين خيارات المطور، وبعدين تنزل لتحت وتفعل الاربع خيارات اللي هعلم لك عليهم دلوقتي، ودول اللي هيخلوا البرنامج يشتغل معاك كفلوتينج ويندو جوه الجيم توربو. وبعد ما تفعل الاربع خيارات دول هتنزل الملف اللي موجود في وصف الفيديو وتثبته على جهازك زي ما بتثبت اي ابلكيشن، وهيظهر لك دلوقتي في علامة الاي اللي فوق فيديو بيوضح لك طريقة تنزيل وتثبيت اي ملف من على القناة. وطبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان ده ملف كامل ومدفوع، يعني مش هيجي بعد فترة معينة ويقول لك لو عجبك البرنامج لازم تشتريه من على البلاي ستور، وكمان مش هتلاقي اشعارات ولا اعلانات ملهاش لازمه. وبعد ما تنزل البرنامج وتثبته هتعمل ريستارت للموبايل او اعاده تشغيل، وبعدين هتفتح الجيم توربو وتفتح اي لعبه عشان نجرب، وبعدين تفتح القائمه دي وتدوس على السهم اللي على الشمال هتلاقي البرنامج بقى موجود مع الايكونز اللي موجوده، ولما تفتحه هيفتح معاك كفلوتينج ويندو وتقدر تستخدمه اثناء اللعب. ولو لسه ما نزلتش جيم توربو 3.0 هيظهر لك دلوقتي في علامه الاي اللي فوق فيديو بيشرح لك طريقه تثبيته على الجهاز. ولو استفدت من الفيديو يا ريت ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.